السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقناة بروصد في دي دي القناة. إن شاء الله النهاردة فيديو دي من فيديوهات السي شارب. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي نعمل تاسك مانجر باستعمال السي شارب ويندوز فورمز أبلكيشن. هتبقى واجهة بسيطة جدا. إحنا بس هنستخدم هنعمل تراكنج كده أو حاجة زي سيمبل تاسك مانجر باستعمال السي شارب. اول حاجه عشان نحمل البروجرس بار، هي حاجه عامله زي البروجرس بار اللي انت شايفها دي، هنستخدمها عشان نعمل بيها تراكنج، نجيب بيها الفاليوز ونعرضها. نروح هنا مانج نوكد باكجز، هتيجي هنا هتلاقي حاجه اسمها سيركولر بروجرس بار. طبعا انت بتجيبه من البراوزر لكن انا عاملها انستولد. وهتلاقي حاجه برضو معاها اسمها وين فورم انيميشن، دي بتثبت معاها، بس انت يعني هتثبت دي هتثبت معاها تلقائي يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم كده نبتدي. البرنامج بتاعنا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انا عندي هنا مثلا ايه، طبعا انا اوريك البرنامج هنا. انا عندي اتنين من البروجرس بار انا حملتها، وليست فيو هنعرض فيها العمليات والاستخدام بتاع العملية. كل عملية ليها الرام وليها السي بي يو، استخدام بتاع كل الاتنين يعني. طب ماشي، ايه الحكاية بتاعتنا دي بتشتغل ازاي؟ بيبقى مثلا عندنا هنا مش مثلا هو كده، هو السيستم ده السيستم. بيبقى عندي في البرنامج بتاعي حاجة اللي زي ليست كده اسمها النيو بروسيس، وعندي ليست اسمها كارنت بروسيس، وعندي حق عندي حق عندي الليست فيو اللي هي الايتمز الموجودة في الليست فيو. طب ايه اللي بيحصل في البرنامج بتاعي؟ انا بجيب العمليات اللي شغالة دلوقتي من السيستم بتاعي، بحطها في الكونتينر ده اللي هو اسمه نيو بروسيس. دي بتبقى ليست، ودي برضو بتبقى ليست اللي هي الكرنت بروسيس والنيو بروسيس، بتكون برضو الاتنين هما الاتنين ليست. بجيب العمليات بتاعتي منين؟ خلال من السيستم، عن طريق مكتبة اسمها بيرفورمانس كاونتر، هنشوفها كمان شوية. بجيب الحاجات دي وبجيب الاسم بتاع كل عملية، وبجيب برضو الاستهلاك بتاعه وبحطه في النيو بروسيس. ولو مثلا انا عندي مثلا بروسيس واحد واتنين وتلاتة، بروح على نيو بروسيس، هل البروسيسات دي هل العمليات دي موجودة؟ لا مش موجودة، خلاص هنروح هنا على الليست فيو. طب هل الايتمز اللي موجودة في الليست فيو، العمليات اللي موجودة في الليست فيو موجودة في الكرنت بروسيس او متعلمة؟ هنشوف كل دلوقتي ازاي في اللفة الجاية. لا مش متعلم، خلاص يبقى انت دورك ايه كليست فيو؟ بتروح تجيب البروسيسات الجديدة اللي في نيو بروسيس وتحطها هنا. فانا بقى عندي هنا حاجة اسمها واحد اتنين تلاتة على كده، ايه نشيل ده كده كده. بقى عندي هنا واحد اتنين، الليست فيو بياخد البروسيسات الجديدة اللي في النيو بروسيس ويحطها في الايتمز عنده هنا، وبيحط برضو بيضيفها في الكرنت بروسيس. كده انا عندي تلات بروسيسات جديدة ظهرت عندي في البرنامج. طبعا انا ايه بعمل الحكايه دي كذا مره، وبقعد كل فتره كده بجيب العمليات الجديده اللي عندي واعرضها. ماشي، طلع عندي مثلا في عمليتين جداد، عمليه اسمها عمليه واحد وعمليه اسمها عمليه اربعه، فاهم؟ العمليه الواحد دي اصلا موجوده عندي، فانا بروح على كان بستقبلهم طبعا في الكونتينر اللي هو اسمه نيو بروسيس. بشوف ان هل اي عم في عمليات موجوده هنا وموجوده هنا في الكرنت وموجوده في النيو، فعلمهم ان هما الاثنين دول موجودين. طب ايه العمليات اللي مش موجوده الاثنين والثلاثه؟ فانا بعمل عليهم علامه ان هم خلاص كده انتهوا، ان هم مش موجودين في البروسيس الجديده، ان هم خلاص، ان هو كده مثلا لو هم برامج فكده اتقفل وبقى بروسيس اتشالت سيرف اي حاجه. بعد كده بروح على الليست فيو. الليست فيو ده بيروح يشوف كل العمليات اللي عنده ويقارنها بالعمليات اللي موجوده في الكرنت بروسيس، هل الواحد دي موجوده؟ فبخليها في الليست فيو. طب هل الاثنين والثلاثه موجودين؟ لا، فبعمل لهم بوب، بمسحهم. بعد كده برجع لي النيو بروسيس، باخد منها العمليات الجديده اللي مش متعلم عليها انها موجوده قبل كده في الكرنت اللي هي الاربعه. فبقى عندي هنا اتنين بروسيس، واحد واربعه، وهكذا بقى تقعد هكذا 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 كذا، يجي لك بروسيس جديده تتاكد ان تعمل نفس العمليه دي مرارا وتكرارا لغايه ما البرنامج بتاعك تقفله انت بقى. طب ماشي، ايه هي التقنيه؟ تعالى كده نروح نكتب هنا رن. ايه هي البرفورمانس كاونت؟ تكتب هنا ايه بيرف مود. اوكي، ايه هي البرفورمانس كاونت؟ عباره عن برنامج كده مدمج في الويندوز. ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ان انت بتعمل تراكنج لل
العمليات اللي عندك او الحاجات اللي موجوده عندك في الجهاز. طب ماشي، هل كديفولت موجود في البرنامج ده ان هو بيعمل تراك للبروسيسور تايم اللي هو تحت كده؟ لو انت بص تحت كده تعالى من الماوس، هو ده بيعمل تراكنج استهلاك السي بي يو. طب لو انا عايز اعمل تراك في البرنامج ده، ايه اللي انا بعمله؟ ببص، بتروح على علامه الزائد اللي احنا لسه ضغطنا عليها دي، بتلاقي عندك هنا ايه تلات بتلاقي عندك اول حاجه هنا بتلاقي ايه حاجه زي ليست فيو كده تحت، وليست فيو فوق وليست فيو تحت. الليست فيو دي فوق في دي فيها حاجه زي ايه، زي كلاسات، اللي زي ما احنا شرحنا في الدبليو ام اي قبل كده، ان دي فيها كلاسات ودي برضو فيها كلاسات. كلاسات مثلا البروسيس، كل كلاس بروسيس، طبعا كل كلاس ده ليه خصائص، وكل كل طبعا الكلاسات دي لها انستانس، دي العمليات اللي شغاله دلوقتي. اي عمليه بتضاف او اي عمليه بتتمسح بتتشال او بتضاف هنا، فهي البروسيس دي هي الكلاس الحاضن للعمليات بتاعت الموجوده في الجهاز. وفي خاصيه مثلا اللي هي البروسيس تايم، دي اللي انا بجيب منها السي بي يوزج. وفي خاصيه مثلا لو احنا نزلنا تحت كده شويه اللي هي الوركينج سيت برايفت، دي اللي احنا بنجيب منها استهلاك الرام، البروس دي استهلاك الرام بتاعها. فاحفظ كده بس، الكلاس الكبير اسمه كاتيجوري، والخصائص اسمها كاونتر كون 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 كونتينر او لا كاونتر 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 عفوا. والعمليات او الكوائن اللي احنا الكائنات اللي احنا بناخدها من الكلاس ده، دي بتبقى انستانسز. خلاص كده ايه، امسح. تعالى كده بقى نشوف بقى البرنامج بتاعنا شغال بيشتغل ازاي. طبعا انت لما تيجي تحمل ال قصدي يعني اللي هو البروجرس سيركل، البروجرس بار ده، هتلاقيه موجود عندك في فين، ايوه اهي، تكتب كده ايه بروجرس بار، اهي السيركولر بروجرس بار هنا كده، نشوف ديليت. طبعا انت ايه بقى، بتبقى نازله عندك بتكست، انت بتخلي الفاليو من الخصائص اللي تحت هنا، بتخليها الفاليو هي هنا ب100 والتكست ب0%، والسب سوبر سكريبت في كلام كده جنب الكلام الاسود ده بتخليه برضو فاضيه. ولو انت عايز تغير الخط بتطلع كده فوق شويه، بتلاقي حاجه اسمها السكندري فونت، بتلاقي رقم كده تغيره، تكبره وتصغره براحتك اللي انت عايزه. وعايز تغير اللون برضو من الخصائص برضو اللي انت عايزه. خلاص نخش بقى في الكود. الكود بتاعي شغال ازاي؟ طبعا انت هتلاقي الكود ده ان شاء الله تحت في الديسكريبشن. الكود بتاعي صح، نسيت اقول لك برضو ان احنا بنضيف هنا 2 تايمر، في هنا 2 تايمر، واحد بيجيب اللي هو الجلوبال اللي هو استهلاك الرام العالمي اللي هو العام للرام، واستهلاك السي بي يو العام. طبعا في كاتيجوري لده وكاتيجوري لده، وفي كاتيجوري للبروس اللي احنا لسه شايفينه ده اللي هو بيجيب الاستهلاك لكل عملية. فهنا انا عندي هنا بعمل 2، طبعا لازم هنا يوزنج سيستم دوت دياجونستكس فوق، وبتعمل الدياجونستكس والثريدنج، بتعمل هنا بعمل هنا يعني 4 كوائن، واحد كائنين لي اللي هو الاستهلاك العام للرام، والاستهلاك العام للبروسيس. بعمل برضو 2 كوائن بس كائن لي الاستهلاك لكل بروس. طبعا انا هلف هاخد الكائن ده وهعمل تراك بيه، او هجد هاكستراكت بيه الداتا اللي موجوده في البرفورمانس كاونتر لكل انستانس انا همر بيه. ممكن انت تستخدم نفس الكائنين دول، بس انا بفضل يعني انت تستخدم عشان ما يبقاش في لخبطه في البرنامج بتاعك. وفي هنا دي حاجة متغير اسمه البي كاونت، ده عدد الكورز اللي موجودة في البروس بتاعك، هنستخدمه في حساب الـ العمليات، الاستهلاك بتاع العمليات بتاعت البروس هنستخدمه يعني. وفي اللي هو البول از فينش ده بتساوي ترو، ده هنستخدمه ان شاء الله عشان نحدد هل الثريد بتاعتي انتهت ولا لأ. والكونتينر بقى اللي هو الكرنت بروسيس، ده بيبقى عباره عن لسته من بروسيس اوبجكت. طب ايه هو البروسيس اوبجكت ده؟ ببساطه جدا جدا، عباره عن كلاس كده انا عامله، عباره عن ان انت بالجواه 4 خصائص، النيم والايز اكزيست والرام والسي بي يو. النيم ده اسم البروسيس، والايز اكزيست هل هي موجوده ولا لا ولا انتهت، والرام استهلاك الرام، والسي بي يو استهلاك السي بي يو. وده كونستراكتور بسيط اهو، مش عارف نشيل دي كده. كنترول اس،
بنزل هنا تحت هنا بقى في الـ في الـ في الـ في الكونستراكتور بتاع الفورم، بعمل هنا بدل كل بيرفورمانس كاونتر الكونفيجريشن بتاعته، بدل اللي هو البيرفورم اول بيرفورمانس كاونتر اللي هو بتاع الرام اللي هو بتاع الجلوبال اللي هو استهلاك العام للرام، في كاتيجوري اسمه الميموري، وكاونتر اسمه الكوميتد بايتس ان يوز، ده بديله برضو الخاصية دي. والانستانس نيم ده ملوش انستانس خالص، يعني هو ما في لو انا لو انت لقيت لو انت دخلت على البرنامج اللي احسن لسه فاتحينه هتلاقي ان هو ملوش انستانس. تحت هنا بدل الكرنت بروسيدور، بدلها برضو نيو ليست بتساوي نيو ليست بروس اوبجكت، والبي كاونت بقول له انفايرمنت دوت بروسيسور كاونت، عدد الكورز اللي موجوده في البروس بتاعك. كذلك الحال مع السي بي يو، بديله هنا كاتيجوري البروسيسور والبروسيسور تايم والتوتال اندر سكور توتال، دي ده معناه ان انت هات لي كل العمليات اللي شغاله على البروسيسور دلوقتي، يحسبها لي كام في الميه من البروسيسور كلها مستخدمينها، والبروسيس وركينج سيت الكاتيجوري البروسيس، وبس مره بعمله على الكاونتر وركينج سيت، ومره بعمله على البروسيسور تايم اللي هو الوركينج سيت برايفت، ده بستخدمه عشان اجيب الرام يوزج، والبروسيسور تايم ده عشان اجيب السي بي يوزج. نيجي بقى تحت التايمر وان تيك، التايمر وان تيك ده لو احنا نزلنا تحت ده هنا لما كل ما التايمر ده التايمر 1 ديكتا ده كل ما التايمر بعد وقت معين بيشتغل بيجيب الرام سي دوت نيكست فاليو، بجيب هنا الفاليو بتاعت الكاتيجوري والكونتر والانستانس اللي انا بقشر عليهم دلوقتي، بيجيبها لي وبحولها، بقول هنا سيركل 2 دوت تكست، بخليها سترينج دوت فورمات للرام، بعملها فورمات عشان احطها، وبخلي الفاليو بتاعتها بتساوي فاليو اللي هي جات لي من العمليه بتاع جات لي من البرفورمانس كاونتر، ونفس الحكايه برضو مع السي بي يو. نكمل سوا، شفنا التايمر، وقفنا عند التايمر 1، نشوف هنا التايمر 2 بيعمل ايه. التايمر 2 كل اللي هو بيعمله، احنا قلنا ان التايمر 2 ده عباره ان هو بيجيب لي كل العمليات اللي شغاله، وبيجيب لي استهلاك لكل عمليه. بقول هنا لو is finished، لو المتغير ده بترو يعني انا يعني الدالة او الثريد بتاعتي خلصت شغلها خلاص، فانا متاح لان انا افتح ثريد جديدة بدل ما اعمل كذا ثريد ولسه الثريد الاول ما خلصتش هتبقى حوسة يعني. فبعمل هنا متغير بقدر اتحكم فيها، اشوف هنا الثريد دي خلصت ولا لا، لو خلصت بيبقى في دالة اسمها لالا، دي انت بتنفذها وبتعملها ستارت للثريد دي. طب ماشي، ايه هي اللي بتحصل في الدالة دي؟ تعال نطلع فوق كده. الداله دي اللي بيحصل، فبقول هنا is finished بتساوي false، طبعا بقول له ان انا لسه دخل انا دخلت في اللالا في قصدي في الداله بتاعتي ان انا شغال دلوقتي، فانت ما ينفعش ان انت تعمل اي ثريد تانيه. بقول هنا check for i legal cross thread calls، ده انا لان انا بعدل في الفورمه بتاعتي من ثريد خارجيه، فانا بضطر احط المتغير ده في false. بعد كده بعمل هنا performance counter category perf بتساوي new performance counter category، ده بيجيب لي بقشر على category معين وبجيب منه ال instances بتاعته. اهو في دالة اسمها get instances name، بجيب منها البروسيسات اللي موجودة دلوقتي في الكاتيجوري ده. بعمل هنا بقى الكونتينر بتاع الكاونتر بتاع النيو بروس الكونتينر قصدي بتاع النيو بروسيس. مش عايز اطول عليك والله، بس هو الكود سهل يعني، اللي الشرح اللي احنا لسه شارحينه دلوقتي. احنا هنا بنلف احنا هنا بنعمل تراك بس على البرامج دي، طبعا انا عندي عمليات كتيره قوي، فانا بتاخد وقت معايا كتير، فانا عشان بشغل برنامج التصوير والفيجوال ستوديو فبيبطأ معايا. فانت لو عايز تجيب كل العمليات فانت بتخلي دي بتعمل لها كومنت كده، تمام. هنا احنا بنهيئ بنعمل هنا اكستراكت للداتا، اكستراكت للداتا دي الداتا دي ده اللي عندي فوق كده، هنا بديها اسم البروس بتاعتي، بتجيب لي هنا بتغير لي طبعا الانستانس نيم بتاع الرام بي اللي هو الرام بروس اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي. لو تلاحظ هنا احنا خليناها من غير انستانس عشان انا هغيره بناء على لما احب ان انا اخش على بروس معينه بغير الانستانس نيم ده. بنزل كده تحت، بجيب هنا الاستهلاك بتاع الرام، بجيب هنا الاستهلاك بتاع السي بي يو. ليه حطيتها بين تراي وكاتش؟ عشان ساعات لما انا بكون لسه شغال هنا فبقفل البرنامج، ساعات مثلا لو انا مشغل من برنامج النوت باد حسب مثلا يعني مثلا لو مثلا حسب
الميموري وهو لسه نازل، انا قفلت البرنامج، فالبرنامج بيتشمل العمليه فبيرمي هنا اكسبشن، فعشان تجنبا للاخطاء انا بخليهم هما الاثنين في تراي وكاتش. طب ماشي، ايه اللي هخزن فين الحاجات اللي طالعه لي دي؟ هخزنها في لسته كده اسمها الداتا. الليسته دي مكونه من عنصرين، اول عنصر بيكون الرام يوزج او استهلاك الرام، والتاني عنصر اللي هو السي بي يو، استهلاك السي بي يو اللي هو البروسيس. هنا برضو احنا بنعلم بقى هنا، يعني احنا هنا بنقول هنا ايه، بنلف الكرنت بروسيس، لو هي بقول هنا سي بي دوت از اكسس، لو هي موجود لو بخليها بديفولت فولس، الا بقى لو انا لقيت انها موجوده فعلا في النيو بروسيس يبقى انا هي كده مكمله معايا. فلو السي بي دوت نيم بتساوي ان بي دوت نيم، بقول هنا السي بي دوت از اكزيست بتساوي ترو، والان بي دوت از اكزيست برضه بتساوي ترو، وببدل قيمه الاستهلاك بتاع الكرنت بروسس بتاعتي بالنيو بروسس نفسها اللي جات لي، ببدل بحط بدل القيمه الجديده، ببدل القيمه الجديده بالقيمه القديمه، قصدي العكس، لان ببدل القيمه القديمه بالقيمه الجديده. انا بقى برضو بنعلم الكرنت بروس باي كلام، احنا بنحط هنا اي ليبل بس عشان ما عشان بندي تنويه للليست فيو ان البتاعه دي خلصت، ان الكرنت بروس البروس اللي جت في الكرنت بروس دي خلصت. هنا بقى انا بلف في الليست فيو، بتاكد ان الحاجات اللي عندي دي، البروسات اللي عندي دي، مش بتاكد انها لسه مكمله معايا ولا لا. لو هي مكمله بحط بغير قيمة السب ايتمز اللي هي الجدول التاني والتالت اللي عندي في الليست فيو هنا، اللي هو الرام يوزج والاماونت اوف يوزج اماونت اوف سي بي يوزج، بغيره بقيمة جديدة، وبخلي الاي دي بترو طبعا، الاي دي عندي بفولس، عشان كل بروسيس انا بلف فيها بشوف هل هي اصلا موجودة ولا لا. فلو ممكن انت تكون في اخر الليست فيو، فانا بتأكد من خلال المتغير ده. طبعا هي لو مش لو لف كل ده وملقاش البتاعة دي، لو ملقاش البروسيس دي طبعا انا بغيرها، خلي بالك بالهنا، لو هي مش موجودة فانا بغيرها بالاسم ده، فاهمني؟ بننزل هنا تحت، بقول هنا لو هي مش موجودة بقول نون ان ليست فيو. طبعا لازم يكون الاتنين بغيرهم باسماء مختلفة، يعني اسماء ما تكون بعيدة ان اي بروسيس تكون متسمية بيها اصلا. فلو هي فولس بخليها بعمل لها ليبل كده، وبغير بخلي التكست دي بقيمة فارغة. هنا انا بنضف ايه الليست فيو بتاعتي من العمليات اللي اتمسحت. من خلال الليست فيو دوت ايتمز بلف هنا، كل ما انا امسح ايتم بلف تاني جوه الليست فيو طبعا، عشان ما يرميليش ايرور، لان هو لان انا كل ما بمسح ايتم الاندكسات بتتغير في الليست فيو، فانا بلف كل مره لغايه ما الاقي ان انا ما مسحتش حاجه من الليست فيو. ده معناه ان خلاص الليست فيو اتنضفت من كل البروسيسات القديمه. بعدي بقى هنا لغايه هنا ايه، بجيب اخر خطوه عندي ان انا بجيب العمليات الجديده وبحطها في الليست فيو. كده بنقول هنا اس فينش بتساوي ترو. تعالى كده نعمل ران، استنى كده شويه انا، معلش او اشتغل اهو، هو بيقول لي الاستهلاك بتاع السي بي يو 100%، بيقل الاستهلاك بتاع الرام 30% بس، وبيقول لي ان في بروس بس واحده هي اللي شغاله من اللي انت عايز نتراك عليهم اللي هي الاف دي ام. تعالى كده مثلا نفتح النوت باد، او ظهر لي النوت باد، نكتب جواها اي كلام مثلا، لو انت شايف السي بي يو بيتغير طبعا قيمته، نقفلها دونت سيف، مسحها، نفتح مثلا الكالكوليتر ظهرها لي اهو، نفتح برضو ايه معاها ال نوت باد اهو، ظهر لي التلاتة بقى في النوت باد دي. تعالى كده نعمل اي عملية على ال، عشان بس نظهر ان في بتاع ليلي استهلاك للسي بي يو، او شفت في استهلاك للسي بي يو
مسحية. فبس هو ده كان درس النهارده يا جماعه، انا ارجو ان يكون الدرس ان انا عجبكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط اللايك، ولا انا ما عجبكش ايه هتلاقي ان شاء الله الكود ده تحت في الديسكريبشن في جيت هاب. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.